مع اقتراب حلول فصل الصيف تصبح مدينة حلق الواد التي تقع بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وجهة العديد من الزائرين الوافدين على شاطئ ومقاه يشتكي أصحابها وهم من سكان المدينة من عدم الحصول على رخصة تسمح لهم بممارسة عملهم بشكل قانوني. اسني قالت لي ما عطيتنيش الترخيص يقول لنا اش نعملوا قال البار نمشيو للولايه الولايه قالت ما عندي حتى دخل ارجع رئيس بلدي رئيس بلدي عاود قلنا بار نمشيو وزاره السياحه وزاره السياحه مشينا لها خذينا عطيناهم لي دوموند وقالوا عطانا نتعاملوا مع البلديه ونشوفوا شنو هي الحكايه وننظروا في الموضوع ونكلموكم وانا توا نستناو. عديد الاهالي من ابناء حلق الواد يقتاتون في فصل الصيف من مداخل هذه المقاهي في الشاطئ حتى يتمكنوا من تحصيل قوتهم اليومي إلا أن السلطات المعنية في المنطقة أبت إلى غاية اللحظة تقديم رخصا للأهالي. عنا قرابة 40 سنة في الشط نستزرقوا منه ناكلوا منه الصيف هذاك اللي نخدموا به نعيشوا به احنا في الشتاء عائلة كما أنا على نفسي أنا هجالة ومريضة وعندي سكر وعيني سقات عندي ولادي 4 بطالة هنا في الدار باش ناكل باش نشرب ورئيس البلدية عمناه وربي فضله وعطانا مش معطيناش ما نكذبوش أما سنة ما عطاونا حتى حل. لم نجد ردا من السلطات المعنية في المنطقة وتوجهنا إلى وكالة تهيئة الشريط الساحلي للظفر بإجابة واضحة بشأن الإشكالية المطروحة. اللي وقع في بلدية حلق الواد مثلا أنه مش بدلنا الإجراء موجود مع 96 اللي كان يقع أنه البلدية بصفة مخالفة للقانون تعطي في تراخيص وما غير ما تاخذ هي نفسها ترخيص من عند الوكاله. خذينا تو المطالب نحن قاعدين ندرسوا فيهم بجديه معناتها نعرفوا الموسم بدا وهم معناتها متحرجين جاوا تو اليوم ومتحرجين ويقول لك مزروبين وباش يبدا الوحده وباش يجي رمضان وكذا الله يجعل مبارك علينا الناس الكل دونك تو قاعدين نشوفوا المساله هذه كنت معاهم تو عندنا زملاء جاوا من حلق الواد دونك 7 من الناس جاوني معناتها مفجوعين فهمت معناتها ما يعرفش تفاجعوا نحن باش ننظروا في الامر ثم اجراءات اداريه معناتها اللي لازم نتعداو بها ما نجمش نتجاوزوها فهمني. مع اقتراب فصل الصيف وحلول شهر رمضان الذي يصادف منتصف الموسم السياحي اضحت اشكاليه التراخيص تؤرق اهالي المنطقه الذين عيل صبرهم في انتظار مباشره اعمالهم. تعد منطقة حلق الواد وجهة هامة للسياح من داخل وخارج تونس كونها تؤمن لهؤلاء ملاذا للتمتع بفصل الصيف غير أن إشكاليات عدة تتعلق بإسناد تراخيص العاملين من أهالي المنطقة في الشاطئ لا تزال عالقة في انتظار حلول جذرية من السلطات المعنية. أحمد الصحراوي قناة المتوسط من شاطئ حلق الواد تونس.